السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة فيوتشر كوين؟ تهديد قوي بضرب سوق العملات المشفرة، واولا من هيئة الاوراق المالية والبورصات اللي عم تهدد منصة كوين بيس، وعندي كسر دعمهم اللي هو دعم 28500. لوين متجهين بالبيتكوين؟ رح نعرف كل هالسيناريوهات بهذا الفيديو. اما بلش فيديو اصدقائي، بتمنى تضغط زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بدن القناة. خلينا اول شيء اصدقائي نشوف اهم الاخبار الموجودة عندي في سوق الكريبتو. اولا اصدقائي، عندي تهديد واضح من هيئة الاوراق المالية والبورصات لمنصة كوين بيس، واعلنت هيئة الاوراق المالية والبورصات عن فشل منصة كوين بيس بالامتثال لقوانين الاوراق المالية داخل الولايات المتحدة الامريكية، وطبعا المنصة فتحت فرع جديد داخل دولة برمودا او مدينة برمودا. طبعا بعد ما فتحت المنصة، هذا الشيء يعني انه المنصة رح تشتغل على عملات او على مشتقات تشفير غير منظمة مقرها في الدولة، يعني داخل دولة برمودا رح يتم تشغيل منصة كوين بيس، ورح يتم اضافة مشتقات تشفير غير منظمة ولا تمتثل الى قوانين هيئة الاوراق المالية والبورصات، وطبعا هذا الشيء بيؤدي الى ازالة منصة كوين بيس من الولايات المتحدة الامريكية. خطر كبير ازالة كوين بيس من الولايات المتحدة الامريكية، هذا الشيء بيعني هبوط حاد لسوق العملات المشفرة. طبعا المنصات اللي بتشتغل داخل الولايات المتحدة الامريكية هي منصة كوين بيس، كريبتو دوت كوم، روبن هود. هاي المنصات تقريبا فقط هي بتشتغل داخل الولايات المتحدة الامريكية. اذا يتم ازالة منصة كوين بيس، هذا يعني فقدان تداول او فقدان كمية من الفوليوم كبيرة من داخل سوق العملات المشفرة الموجودة في الولايات المتحدة الامريكية. وعندي كمان النوع الثاني اصدقائي من الخطر، انه كسرنا منطقة ال 28500 عند مناطق تواجد الموفيج افرج 200 وعند الدعم السابق، وحاليا عم نتداول اسفل الترند الموفيج افرج 200 والترند الصاعد اللي كسرناه بهاي الفترة. حاليا عندي دعمين، دعم ال 27800 وعندي دعم ال 26600. في حال فقدنا هاي الدعمين اصدقائي، فهدفي هو مناطق ال 24000 وبعدها رح نتوجه لمناطق ال 19000 دولار. حاليا اصدقائي عندي دعم ال 26600 هو الدعم الاقوى، يعد دعم 27000 دعم هش ممكن ينكسر بسهولة، بما انه الضغط البيعي قوي جدا على البيتكوين خلال الفترة السابقة، ورغم الاخبار السلبية ضغط البيع لا يزال قوي جدا جدا. حاليا اصدقائي عم نتداول اسفل موفيج افرج 200، لازم ننتظر ونتأكد من عملية ارتداد واضحة، يعني في حال نزلنا مناطق 26600 ممكن نشوف شمعة طويلة تلمس هاي المناطق، وبعدها يصير عندي شمعة عكس اتجاه. مجرد ما تظهر عندي شمعة عكس اتجاه بدخل بصفقة لونج، طبعا مع مراعاة الالتزام بحماية رأس المال وإدارة رأس المال. سوق العملات المشفرة اصدقائي لحد الان عم يهبط نفس هبوط البيتكوين، لان استحواذ البيتكوين لحد الان اصدقائي استحواذ البيتكوين عم بيمشي داخل ممر عرضي. بعد ما فشلنا بالاقفال وتداول اسفل او اعلى هاي المقاومة اللي رسمتها بالمرات السابقة، عندي 3 مرات تم اللمس وتم الانخفاض. في حال انخفض استحواذ البيتكوين رح تشوف ارتفاع كبير لسوق العملات المشفرة. بنتمنى صراحة ان ينخفض استحواذ البيتكوين، لكن بالمقابل بتمنى يرتفع البيتكوين حتى يصير عندي ارتفاع للالت كوين وباقي العملات المشفرة ترتفع بقوة. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى الفيديو يكون اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.